انت ابن السيده زينب صح؟ ايوه شارع المبتدان. يعني ابن السيده زينب يعني ابن مصر اصيل. انا مولود صح؟ انا مولود في شارع المبتدان. ما شاء الله. طيب تعالى كده نتفرج على اللحظه دي، دي لحظه تكريمك على المسرح، واقف استاذ ايهاب فهمي وانت كنت بتقول كلمه هنا على المسرح. احساسك كان ايه وانت بتكرم وناس وكانوا الاحباء كلهم موجودين؟ والمذيعه الجميله ما خدتش بالي ان هي لا طبعا ما كنتش عارف ان هي انا عامله سينيور. معلش ما هي حبيبتنا كلهم احبائنا زملائنا. ايهاب حبيبي ابني ده، ايهاب ده جميل. احساسك ايه كان بالتكريم انت واقف على خشبه المسرح اللي مثلت عليه مسرحيات كتير؟ ايوه مثلت عليه. الاحساس بيبقى عامل ازاي؟ احنا مشوار كبير. شفت مدام سميحة قالت ايه؟ طبعا قالت انا هقول لك بقى ان ما حد اللي بيتقال من ورا ظهرك. قالت لك ايه؟ واحنا بنعمل سميحة ايوب. ايوه بتسجلة. قالت ايه؟ بتسجلها على. قالت شوف بقى انا هقول لك بقى اللي بيتقال من ورا ظهرك. اللي هو ايه؟ احنا واحنا ممثله شابه بنعمل اهل الكهف. قالوا الولاد بتوع بعض التمثيل جم، بس فيهم واحد هي بتقول كده. أيوة. مش بقول عن نفسي. ايوه فيهم واد زي القمر بس عيب ومؤدب. انت زي القمر طول عمرك يعني. طيب خليني ارجع اقول رشوان توفيق، يعني انت كنت دايما الانسان الفاضل الكريم الاب. يعني عملت دور اب بشكل متنوع، عملت شخصيات يعني كبير العيله، عملت شخصيات متنوعه وفضلت يعني كنت حاسه انه انت ما بتمثلش، يعني حياتك في البيت شبه حياتك على الشاشه. ايوه حياتي كلها اولادي وبيتي. حياتي كلها روحك فيهم. حياتي بيتي وزوجتي رحمة الله عليها. وربنا كرمك بزوجة مشوار طويل. زوجة فاضلة وقفت في ظهرك. معايا عمرها ما قالت بكرة هعمل ايه. شوفي حياتنا فوق وتحت، حياة الفن دي طبعا مشوار قاسي. راضية طول الوقت. عمرها. ما هي شبهك برضو، يعني انت اخترت زوجة تشبهك. ما هي على فكره كمان فايز احمد وكمان ربيت بنت تشبهك. يعني هبه رشوان. رشوان توفيق بس انثى بس جدعه. وانا بحييها على احتوائها ليك. هي هبه جدعه طول عمرها، زميله ومذيعه فاضله وعظيمه، لكن في ناحيه الابوه بحس ان هي واقفه في ظهرك، هي بقت السند. هي ما هي معايا ما بتسيبنيش. يعني هي اكلت ما اكلتش شربت يعني على طول. استاذ رشوان مش نفسك تعمل اي عمل فني دلوقتي؟ انا ما انا عملت فيلم بتاع اهل الكهف مع المخرج الرائع عمرو عرفه. ده الفيلم لسه هينزل قريب. لسه هينزل. عامل فيه دور جميل جدا، ادعو الله ربنا يكرمني فيه. ده بطوله خالد النبوي. ايوه ومحمد ممدوح وغاده عادل واحمد بدير كاست ومصطفى فهمي. كاست حلو قوي. وانا عامل في دور. انا دايما كنت بستغرب حاجه كانوا يقولوها على العظيمه يعني الجميله اللي كانت دايما تشاع الحقيقه جمال وهي بتمثل، انه الممثل لما بيقف يمثل وتدور الكاميرا ينسى كل ما تعبه. ايوه وينسى اي حاجه. أيوة. ويصغر يجي مليون سنه. دي حقيقه. هو انا امينه رزق. انا بعيش بالذات كنت يا فنانه العظيمه امينه رزق. انا عن نفسي امينه رزق. انا شخصيا عن نفسي انا لازم اشوف الشخصيه قبل ما اقف على الخشبه. اشوفها يعني انا قبل ما اصور اشوف شكلي ايه بيمشي ازاي تتخيلها. لا واشوفه من ورق، اقعد افكر في الورق. يعني مثلا اروح المكيار قبل التصوير، الشنب شكله كذا، الهدوم يعني كل حاجه دقيق في كل حاجه. لازم اعرف وبعدين اشوف الشخصيه زي اللي ليله واخره